ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طاجن ام علي، طعم وهم ولذيذ جدا، يعني اللي هيجربه بالطريقه دي هينسى اي طريقه تانية. اول حاجه هنحتاج تورته الميلفي، ودي بتاع شركه الطحان وبتتباع في اي سوبر ماركت، ومكتوب عليها من ضمن الحاجات اللي بتتعمل بيها ام علي، ودي بتكون افضل بكتير في الطعم من الرقاق والجلاش، مفيش مقارنه اصلا. وبيكون جواها 3 قطع، انا هحتاج قطعه واحده منهم، وهجيب طاجن او بايركس اللي موجود وهكسر فيه قطعة الملفي قطع كبيرة وصغيرة عشوائي، يعني مش لازم حجم معين. وعندي مكسرات جوز هند على شوية زبيب على شوية بندق محمص، وهحطهم على الملفي. دي قشرة بندق هشيلها وهقلبهم مع بعض. وعلى واحدة الملفي هحط كيلو لبن، هفضيه في بولة، حط على اللبن كوباية الا ربع سكر، وكده بتكون طعمها مظبوط. لو بتحبوها مسكرة اكتر ممكن تزودوا السكر. وهحط معلقة نشا، ومش هتغير الطعم ما تخافوش، بس هتخلي اللبن يمسك نفسه شوية، وكيس فانيليا، معلقة سمنة بلدي كبيرة، ونقلبهم كويس مع بعض بالمضرب اليدوي لحد ما السكر يدوب وكله كده يدخل في بعضه. بعدين هحط اللبن على الملفي، وهحاول انزل السمنه كلها علشان بس الجو ساقع فالسمنه مش بتسيح بسرعه. بقي شويه لبن هحط عليهم بقى علبه كريمه لباني بتاعت الحلويات. العلبه الصغيره دي بتكون 200 جرام، او ممكن اجيب اللي هي بتبقى السايبه اللي بتتباع عند اللبان، او ممكن الباودر اللي احنا بنعملها باللبن، بس يعني المهم ان يكون الكريمه اللباني لانها بتدي طعم حلو. ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه كبيره سكر بودره، ودي علشان بتدي لون ذهبي كده شكله حلو قوي على الوش بتاع ام علي. وبعدين هقلبهم بالمضرب اليدوي او الكهربائي، انا هستخدم الكهربائي علشان بيكون اسرع معايا. وهقلبهم مع بعض الاول من غير ما اشغله علشان البودر اللي على الوش ما يطرش عليا، بعدين هشغله 3 او 4 دقايق لحد ما الخليط كله يتقل كده ويبقى كريمي. هحطه على الوش وهوزعه كويس بالسباتولا، هجيب صينية بتدخل الفرن وهحط عليها البايركس علشان لو نزل منه لبن او اي حاجة تنزل على الصينية ما تنزلش في الفرن. البايركس الفرن نص ساعة على درجة حرارة 200، وهفتح الشواية اخر يعني 4 دقايق 3 دقايق على حسب قوة الشواية، بس ما نسيبهاش كتير علشان ما تتحرقش من على الوش. مجرد ما خدت اللون الذهبي هنطفي عليها، وده هيبقى شكله بعد ما خرج. عايزه اقول لكم بجد ريحته جميله جدا وقلب الشقه كلها، وبجد لازم تجربوها هيعجبكم جدا. يعني انا الولاد بتعذبني في اي اكل انا بعمله، ومش بياكلوا اي حاجه بسهوله، بس الطاجن ده بجد ما قعدش عندي يوم واتاكل وهو سخن. فجربوه بجد هيعجبكم جدا، مش هتعملوا غير الطريقه دي وانتوا بتعملوا طاجن ام علي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.